شخصي، لكن هنجاوب كل الأسئلة بقدر الإمكان. يعني يبدو سؤال من واحدة بتقول: أنا كنت في علاقة مع شخص وأهلي عارفين وراضيين والدنيا كانت كويسة قوي، بس في الفترة الأخيرة بقى عصبي وسابني، وأنا حي مش عارفة أعمل إيه ومعرفش إيه حكمة ربنا في ده، وأنا بحبه وعاوزة أرجع له. إيه إن أهلك كانوا عارفين وراضيين، معنى كده إنك في سن يعني يسمح بالارتباط، لأن ما ينفعش علاقات زي كده أو تبقى في سن كده ما فيهوش ارتباط أو ما لا يقول الارتباط. لكن تشكري ربنا يا بنتي في كل الأحوال إن قبل ما يكون في ارتباط تكشف لك الشخصية إنه ممكن يكون ما يناسبكيش أو مش شريكي، فرغم إن ده بيبقى متعب شوية ومؤلم، لكن بيبقى مفيد جدا وأريح من إنك تكملي حياة مع شخص وتظهر الحتة ديت فيه بعد كده وما يبقاش ليها حل، يكون فات أوان الحل. لكن كده انتوا لسه اصلا ما اتخطبتوش، فطالما يعني بقى دي مشاعره ما تقربيش، بالعكس بعدي. لو هو عايزك، لو بيمر بظروف عابرة او حاجة هيرجع وتبقى ده طبعه يعود لوضعه الاصلي، لكن هو لو مش راسخ في محبته ليكي يبقى افضل لك واحسن لك انك تحتمل الفترة دهيت وتنسيه وتبعدي عنه احسن. هل ممكن ربنا يغير مشيئته في حاجة معينة بكثرة صلاتي عشان يراضيني؟ ولو مش خير ليا ممكن يغيرها وتكون خير؟ الله هو صانع الخيرات. بيتدخل في حياتنا بقدر ما نطلبه بصدق مش بالكلام. مشيئته أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، ولكن أعطانا الحرية. هذه الحرية لينا مساحة فيها، كل واحد له مساحة من الحرية، بحيث أنا ربنا مشيئته أو إرادته عايزني أخلص وإلى معرفته أقبل وإلى معرفة الحق يقبلون. لكن الإنسان بحريته قد يختار طريقا آخر، فمشيئة الله شيء واختياري شيء تاني. هو عايز انا ابقى كويس، لكن ممكن انا اختار ان انا ابقى ايه في طريق اخر، فلما اروح في طريق اخر مش كويس ما اقدرش انسبه لربنا، انسب الحاجة اللي مش كويسة لاختياري انا. عشان كده احنا احيانا كتيرة نظلم ربنا، واحد يختار ويسعى في طريق مش صالح ليه، والآخر يقول ليه ربنا خلاني يبقى كده. لا، مش ربنا، ربنا وصاياه صريحة واضحة وأدنا الاختيار. النور أظهر ولكن أحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فأحيانا إحنا
اللي بنسلك طريق مخالف لمشيئة الله وبالتالي نجني ثماره وبعد كده نجني ثمرة عملنا، وللأسف بدل ما نرجع ونتوب ونلوم نفسنا بنزود الخطايانا خطية، ننسب الأمر لربنا إن ربنا هو اللي خلانا بقى كده. نفترض واحد ما بيذاكرش طول السنة مثلا، طالب ولا حاجة، وجي ما وفقش، ربنا خلاني أسقط ليه؟ وربنا اللي خلاك تسقط، ما أنت اللي ما ذاكرتش. كان سيدنا بغروريوس يقول قول كده الله ينح نفسه، قل مسكين أيها الدين أفهموك أم ظلموك. أحيانا بنظلم ربنا في حاجات يعني إحنا السبب فيها. في حد بيقول سلام ونعم يا سيدنا، أنا اشتياقي للرهبنة، يا سيدنا كيف أختار الدير اللي ربنا عايزني أكمل فيه هذا الطريق وأنا في آخر سنة في الدراسة؟ لكن صاحب أو صاحبة هذا السؤال مفيش أي كلمة تبين إنه ولد ولا بنت. آخر سنة في الدراسة ليست آخر المطاف، لأن ممكن لو ولد لسه عنده جيش والتزامات يعني الحاجات دي ممكن أولا بتبقى مع أب الاعتراف، والإنسان ممكن بيروح يزور القديرة ويشوف الدير اللي يشعر فيه بالارتياح ويتحدث مع المسؤول في الدير عن هذا الأمر. لازم الارتياح يكون متبادل، أنت مرتاح لمكان والمكان يرتاح لقبولك أيضا. يعني زي كان واحد بيتقدم لحد ممكن الحد ده يرفض أو يقبل، لكن طالما إنسان بيشتاق لربنا ربنا بيسهل له الطريق إذا كان ده طريقه. عشان كده بيقولوا سهل لنا طريق التقوى. حد يقول في الكتاب المقدس أغلبية الآيات بتبدأ بالآب، يبقى كده الابن هو الأب هو الأول والابن الثاني. طبعا ده ربنا يسوع المسيح نفسه قال عمدون باسم الأب والابن والروح القدس، لكن في مواقع أخرى قليلة زي ما بقول لكم معلمنا بولس الرسول بدأ بالابن. فهو التقدم في الكلام مش تقدم في الأفضلية، تقدم منطقي لما بتكلم على الآب باعتباره آب والابن يعني، لكن مش تقدم في الأفضلية ولا في القيمة لأن التلاتة واحد. لكن ممكن بدأ بالابن في بعض الأمور. وأحيانا بدأ بالروح القدس. ازاي ربنا تعمد، ازاي لما ربنا تعمد الاب كلمه، ازاي حد يتكلم عقله احنا بنقول عيد الظهور الالهي، عيد الظهور الالهي. وبعدين
احيانا فيها حد يبقى يتكلم ممكن هو الكلام كان لينا احنا على فكره، كان الاعلان لينا مش ليه، هو مش بيكلمه هو، زي ما برضو في جبل التجلي ما قال هذا ابني الحبيب له اسمعوا، قال هذا الصوت لكم، يعني الاعلان ده لينا مش ليه، فهو الله اعلن هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، يعني عشان ما حدش يجي يقول ان السيد المسيح ده بيدعي انه هو الاله المتجسد او هو الابن. فالسماء نفسه كان في صوت من السماء هو اللي شهد له، حتى تكون شهادته سماوية وما فيش حد يبقى له عذر. في حد مصر يجيب اللوم على ربنا، مش عارف حد ولا حد برضه، يقول ربنا بسابق علمه عارف مين هيهلك ومين له حياة أبدية، والمفروض انه بيحب الانسان، ليه خلق الانسان اللي هيهلك وهو عارف بسبب علمه انه هيهلك؟ نفسي في اجابة مقنعة، غير ان ربنا بيحاول معانا كتير عشان يرجعنا ليه، وغير ان الانسان مخير مش مسير، وغير ان الانسان هو اللي بيختار اخر اخرته، ليه خلقه وهو عارف انه هيهلك؟ نفترض صاحب الشأن عاجبه كده، مش بيقول النور أظهر ولكن أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، واحد حابب كده مصر على كده. ده مرة ربنا يسوع المسيح خرج على أورشليم وبكى، قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إلي، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فرخاها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، كم من مرة ولم تريدوا. ده ربنا يسوع المسيح لما قام الحراس اللي رؤساء الكهنة جابوهم عشان يحرسوا راحوا شهدوا بالقيامة وقالوا لهم ده قام، فحتى لو كان ليهم عذر وشك خلاص مفروض انقطع الشك خلاص، لكن بدل من أن يرجعوا ويتوبوا كانوا مصرين، راح مدوهم فلوس قالوا لهم طب خدوا اوعوا تقولوا كده، قولوا ان تلاميذه جم ونحن نيام وسرقوه، قالوا لهم نقول سرقوه ازاي، ده احنا في خدمة عسكرية فيها محاكمة ازاي ننام وقت الخدمة، قال لهم احنا هنتوثق ليكم عند بيلاطس. يعني عايز اقول احيانا يا اولاد بيبقى في اصرار مننا، وبعد الاصرار ده كله نلوم على ربنا؟ لا، الانسان لا يلوم الا نفسه. طب ليه ربنا سامح بكده؟ لخير المؤمنين، زي ما بيسمح احيانا لناس تتعب ناس ويسيبهم، ويحاول معاهم ان دول يرجعوا برضو، ولكن اصرارهم ربنا بيسيبهم لان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر واكثر ثقة المجد ابدي. طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم
احيانا بيسيب خلاص اعمل، بس بيحولوا الخير اللي بيختاروا، زي اللي راح دفن الوزنة بتاعته، فربنا ياخد اللي فيه ويديها للي ربح. فالعيب في مين في الاخر؟ والا ما تبقاش حرية، ربنا وهب الانسان حرية، ما تبقاش الحرية حرية الا لو كان في فرصة للاختيار. لتنسقوا ان اللي بيختار بيختار مع بكامل ارادته. ورغم كده ربنا فتح احضانه دايما، يقول ارجعوا الي. ده يقول في احد اسفار العهد القديم تشبيه، يعني يقول اذا خرجت امراه من عند رجل وذهبت الى رجل اخر هل يرجع اليها؟ يقول ألم تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت فقد زنيت مع أصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي يقول الرب. بيتكلم على النفس البشرية اللي سابته وارتبطت بأمور أخرى في العالم. رغم كده ارجعوا، الواحد يرجع. طب يعمل ايه أكتر من كده؟ يقول كم من مرة. يبقى إذن اللي بيروح يهوذا، شوفوا اللي هو سلمه نفسه، قعد ينبهه تنبيهات ويقول خيرا لذلك الانسان لو لم يولد، واداله تنبيهات ومصر اصرار عجيب. فالانسان لا يلوم الا نفسه، يعني ما يصحش في الاخر نلوم ربنا. تقولوا فين محبة ربنا؟ لا، ربنا بيحب ومش عايز حد يهلك. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لكن الشيطان اختار لنفسه طريقه، وبرضه بعض الناس هم اللي بيختاروا طريقهم بنفسهم. حد بيقول انا بقالي فتره كبيره ما اعترفتش ومكسوفه اروح اعترف بسبب الخطايا اللي انا عملتها، فممكن تقول لنا قصتك لما كنت في سننا كنت بتعمل ايه؟ كنت بروح اعترف. كان الواحد يروح يعترف، الواحد يقول ايه لما تكسف قدام في الارض هنا احسن من فوق. يقول لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. وربنا اختار ان الانسان يعترف لاب اعتراف، بيبقى اب الاعتراف ده انسان اخر. فيقول الكتاب إذ هو أيضا تحت الضعف فيرسي لضعفات الآخرين. فالبشر كلهم تحت الضعف، فبيبقى إيه؟ محدش يتعالى على حد، بل بالعكس يعني. فكويس إن الإنسان يعترف عشان يعرف إن الخطية دي موجلة ومش كويسة، فيعني يحذر ما يعملهاش. في واحدة من بناتنا، أنا معلش يا ولاد بجاوب بعض حاجات شخصية، لكن برضو أنتوا ولادنا وكل حاجة ممكن تكون بآخرين بيبقوا نفس الوضع. بعد المقدمة بتقول عاوزة أسأل قدسك على حاجة، على حاجة. هو أنا بحب شخصية محترمة جداً وأعتقد هو كده كمان، يعني بيحبها كمان، بس الفكرة إن قلت نفسي إن قلة ثقتي بنفسي 1%، وبي
إني أي حاجة مفرحة دايما بقول مش هتكمل، وإن الله يحبني يحبني على إيه؟ أرجو صلاتك. واضح يا بنتي انك انسانة حساسة بشوية. اول حاجة الواحد يحب ربنا واكون واثق في حب ربنا ليا، وربنا بيحبني زي ما خلقني بشكلي بجسمي بوضعي، لان هو خلقني كده، هو بيحبني على هذا الوضع. والواحد يكون راضي عن نفسه وفرحان باللي ربنا اداهوله في كل شيء، على قد ما هنشبع بحب ربنا على قد هيكون ما في اتزان في مشاعرنا تجاه الآخرين، بحيث لو تحركت مشاعرنا تجاه حد ما نبقاش مهزوزين قوي، يبقى الميزان بتاعنا حب ربنا لينا وحبنا ليه. المشاعر الاخرى ديت لو في سن الارتباط وكانت صادقه وكملت خير وبركه، ما كانتش مفيش اي هزه، يبقى الواحد دايما راسخ وثابت بحب ربنا وثقته فيه وثقتي فيه وثقتي في نفسي ايضا باللي ربنا خلقني عليه. السلام نعمة يا سيدنا. بيقول السلام نعمة يا سيدنا، احنا بنقول السلام ونعمة مش السلام. هو السلام نعمة برضو بس ما بتتقالش كده، يعني هو ينفع ما تعملش امتحانات الترم ده وممكن نكتفي ببحث بسيط بدل الامتحان أو امتحان الكتاب المفتوح نظرا للظروف وشكرا. خليكم في المنهج الأول وذاكروه، بعدين حكاية الامتحانات ديت يعني ممكن نشوف الامتحان في كل الأحوال هتمتحن، لكن شكل الامتحان ايه هنشوف. بيقول يا أبي أنا عندي مبلغ وشغلته. في حد من العيال اللي قصادي ده عنده مبلغ وبيشغله، ولا حد من الكبار بقى يظهر؟ يعني 10,000 استردها 13,000 جنيه خلال سنة، يعني الفايدة تكون 30%. هل ده ربا؟ وإيه هو الربا؟ المهم شغلتها ازاي؟ يعني حد استلفها ياكل بيها عيش، ولا يعني شريك، ولا ايه؟ ما هو لو حد شريك يبقى بنشترك في نسبة الربح كتر قل، لكن اما ادي حد حاجة وانا هاخد كده، كسبت خسرت هاخد كده. دي تتعمل في البنوك على اساس البنوك كيان كبير فبيحدد نسبة ربحية مدروسة، البنك بيدرسها، بتبقى حاجة ايه مدروسة عامة مش شخصية. لكن قد ممكن واحد في احتياج شديد وإلا يعني حاله هيقف، محتاج فلوس بشدة وإلا، فيقول لك طب هات وهدهم لك قد كده، وهو اصلا مش هيكسب كده. تفتكروا يبقى ربا ولا مش ربا؟ الحاجات دي عايزه مع اب الاعتراف اكتر عشان يدرك، يعني تتقيم على حده. لماذا لا ترسم امراه كاهن؟ ولماذا لم يتدرجون للمناصب الكهنوتية وتصبح الراهبة أسقف؟
عشان ربنا بيحبها. نوع من الدلع للمرأة، ربنا عافاها من الحاجات دهيت. المفروض تشكر ربنا على كده، إنها معفية من المهام دهيت. في وظائف يا أولاد بتبقى لا علاقة لها بالقيمة الإنسانية. في فرق طبعا، هو في المبدأ لا فرق بين الرجل والمرأة، ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، ولكن في فروق وظيفية زي بين الرجالة ونفسهم. ما هو مش كل الرجالة مثلا في حاجة واحدة، ولا كل السيدات حاجة واحدة. فالفروق الوظيفية ليست فروق في القيمة. فربنا يعني عارف طبيعة المرأة وبيحبها. ربنا بيدي كل واحد في الحاجة المناسبة ليه، بيديله المهمة اللي ينجح فيها. لما حب يتجسد ما كانش ينفع يجي من رجل. فالرجالة ممكن يحتاج، والله هو اتولد من واحد. طب هي ربنا وظيفتها كده، فادها مهمة بيها فاقت كل البشرية. يعني نقول على الست العذراء انها فخر البشرية. السيد المسيح في السماء روح ولا جسد؟ لا، السيد المسيح في السماء هو الإله المتجسد، صعد بالناسوت ومتحد باللاهوت. نقول له أصعدت بكورتي إلى السماء. حد بيقول إحنا بنبني إيماننا على كلام الكتاب المقدس. طب ما في ناس قرأت الكتاب المقدس بس ما دخلتش الإيمان المسيحي برضه. طبعا الكتاب قال الإيمان ليس للجميع، زي تلاميذ المسيح، ما كلهم تتلمذوا على المسيح لكن مش كلهم استمروا. في آيات كثيرة في الكتاب المقدس بتقول إن اللي بيتناول هيبقى ليه حياة أبدية. ده معناه أنه حتى لو عمل خطايا عادي هيدخل السماء. لا، التناول مع الاعتراف بيغفر لنا الخطايا. احنا بنتناول عشان تغفر لنا الخطايا. احنا اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعدل حتى يغفر لنا خطايانا. ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل اسم. مش بتناول عشان اعمل خطايا، ده بالعكس بتناول عشان ايه؟ اتطهر من خطاياي. معلش طولت على حضرتك. ليه في المسيحية منقسمين طوائف وزي ايماننا المفروض واحد؟ لا، عشان ربنا ادى الحرية. في ناس بتاخد حاجات وتفهمها بطريقة خطأ وتصر عليها فبينشقوا. ده اللي بيعمل الطوائف. لكن المفروض يبقى كل واحد. ما هو الفرق بين الطوائف ومتى تم الانشقاق وما أسبابه؟ هتعرفوا في سنة تانية. انتوا دلوقتي في سنة أولى لسه بنسقيكم لبنا. السنة الجاية تعرف لما تنجحوا طبعا. في سؤال حلو. تفسير قول رب المجد عندما قال أبي أعظم مني، ونحن نؤمن بأن الثلاث أقانيم جوهر واحد، يعني ليهم نفس الكرامة والعظمة. أرجو التوضيح. خلي بالك يا أولاد، الآب والابن والروح القدس إله واحد منذ الأزل.
مجد واحد، كرامة واحدة، لأن هما واحد، جوهر واحد. لكن الله لما تجسد، الله الآب ولا الله الابن؟ الابن تجسد، فلما تجسد يقول أخلى ذاته. أخلى إيه؟ ذاته، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، زوجد في الهيئة كإنسان. فالإخلاء دوت يعني أخفى مجده، وظهر في الهيئة إيه؟ كإنسان في شبه الناس. ده في حالة التجسد. أخلى لكن ما فقدش مجده. الإخلاء هنا يعني إيه؟ حجبة أو سترة. عشان كده ربنا صلى الله عليه وسلم يقول أبي أعظم مني، على أساس في حالة عدم التجسد المجد معلن. عشان كده يقول مجدني بالمجد الذي كان لي من قبل إنشاء العالم عندك. فهو مجد واحد لكن أعظم منه بالتجسد، لأنه لما تجسد أخلى إيه ذاته، حجب مجده، ما بقاش معلن. كان يعلنه في أوقات بسيطة قوي، زي إيه كده؟ فين؟ مش سامع. لا وايه تاني؟ لا لا، في حاجة أكتر من كده، على جبل طابور اللي هو بنسميه عيد التجلي، أما ظهر وجهه كالشمس لدرجة التلاميذ مش قادرين يبصوا. ففي حاجات يعني كان هو بيتعمد أو بالتجسد أخفى مجده، عشان كده بيقول أبي أعظم مني في المجد المعلن يعني، لكن هو كان في حالة في التجسد أخفى مجده في فترة وجوده على الأرض. لكن بعد كده، بعد بقى ما صعد وتمم الفداء، المجدني بالمجد الذي كان لي منذ البدء عندك. عشان كده القديس يوحنا الرسول لما شافه في الرؤيا، رغم انه كان الحبيب، ورغم ان كان على جبل طابور وشافه وشاف مجده، لكن المجد بقى اللي شافه في سفر الرؤيا كان يفوق بمراحل اللي شافه على جبل طابور، لدرجة ان بيقول القديس يوحنا وقعت على الارض كميت من شدة البهاء والمجد. أكمل ولا نكتفي؟ اللي يقول نكمل يرفع ايده، اللي يقول نكتفي يرفع ايده. لا نكتفي، أنا أحترم المواعيد، وإن شاء الله إذا كان في أسئلة ما تجاوبتش، لو جت فرصة في المرة الجاية أو ممكن تتبعت تاني. قد يكون ناس ممكن مش هتيجي تاني عشان بتيجوا كل مرة، لكن ربما ممكن نعمل مرة نجاوب كل الأسئلة اللي ما تجاوبتش في مرة لوحديها. بس عشان أنا حريص إن نلتزم بالمواعيد يا أولادي، أنا عشانكم أنتوا حاولت بقدر الإمكان أجاوب أكبر عدد ممكن. تفضل انصر.